السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً البارحة شفت مقطع فيديو إنه سكة القطار منير يجي عبر أبو القطار لازم ينزل ويا عالم جايب شرطة ويا والقناة ويا يفرغون طريق لأبو القطار. فدائماً نقول إحنا الحكومة هاي سلبياتها بعد معروفة سلبيات الحكومة، لكن اليوم راح أدور لكم سلبيات إحنا نصنعها بنفسنا. يعني قطار أنا من نجي راح أشوفكم العالم إيش راح تسوي من توصل ماكو قطار وما مشتغلة رافدة القطار، راح أشوفكم العالم شو تسوي. مثل ما تشاهدون هسه سكة القطار ما مشتغلة وماكو أي شيء، لازم توقف تباوع يمنى يسرى مثل ما هسه العالم اللي قدامي يشوف، تباوع يمنى يسرى وتنطلق. طبعا هاي بالنسبة لسكة القطار اللي البارحة نازلة أبو القطار ومقلوبة الدنيا شلون يريد يطلع أبو القطار. يعني قطار هسه شوف هاي العلامة عندك ستوب، شوف هاي تجي توقف، ها الكل يجي يوقف، الوقف الاول يطلع الاول، هسه انا واقف الاول، انا اطلع اشر الحق لها طلعي تطلع، ما اشرت الحيل معناتها انا حق الاول. شوف هسه هذا راح يجي وقف، ها وقف انا اطلع امن واطلع. هاي على مود سلامتنا احنا، سلامة نفسك انت. يعني سكه مال القطار واقف على السكه ويتعارك وياكم، شنو السالفه عمي؟ يعني هسه هاي السلبيه هم من انتبه على الحكومه، الحكومه ما جت وقفت الشعب لو شلون؟